السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم خارجين نشوفوا يونس كاين باش كدير. مرحبا بكم معنا في القناه ديال مصور الشواق. انا كنلبس باش نخرجوا بحالنا. اليوم غادي نخرجوا، مهم غادي نشريو شي حاجه لرمضان. سيدنا رمضان ورمضان مبارك كريم، خلي عليكم الصحه والسلامه والرزق وداكشي اللي كتمنوا يا ربي. اليوم بغيت نقول المهم، اليوم غادي نمشي لواحد المحل اكتشفناه سميتو بلاش. بلاش زعما بلاش بلا ما نشريو، زعما بلا ما نشريو، زعما غتشري ببلاش، يعني غتشري ببلاش. لحقاش فيه من درهم 10 دراهم، يعني بحال هذاك اللوز اللي كنا ديجا درنا فيه جوله، وغادي نشوفوا شنو فيه ونصوروا لكم تشوفوا معنا ان شاء الله وتشوفوا شنو غادي ناخذوا. المهم بالنسبه من درهم 10 دراهم راه يعني درهم اماراتي، فدرهم اماراتي كيعطي 2 دراهم ونص، 10 دراهم كتعطي 2 دراهم ونص، يعني بالمغربيه من 2 دراهم ونص 25 درهم. المهم خليوكم معنا باش شوفوا هذيك الضخه هوني. المهم احنا ماشي، يلا نمشيو، يلا خليكم. الورود هذه ما كنجي كنمشي للورود. اول بلاصه كنمشي نزورها صور شحال هذا زوين، هذوك الثلاثه مرخم ونحاس كيكون شي موت سويت. يلا يونس شو كتصنع؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الخضر ديال الحوت ممكن تشوفوا هادو، الحوت شي حوت صفراء شي حوت حمراء. انا عجبني هذا ولكن خاصني شي وريضه اللي ندير فيه. شو زوين ها انتم 8 درهم. شوف بغينا شجرة مضيئة، انا عجبتني هادي. هادي شوفوا هادي حتى هادي زوينة، هادي واعرة. ما عرفناش الثمن ديالها، غنشوف. لا هو الثمن 55. 55 ها القرآن حيد كحل لمبة، ها لمبة لقيتها ولا لمبة؟ لمبة شوفوا هادي ديال رمضان زوينة، رمضان مبارك فيه الجامع وداك الشيء. شوف 5 دراهم، وهادي 10 دراهم. عندو بورا لداخل، شوفو مبخرات. شوفو هادي البيض حسن، ما عجبونيش بزاف هاد المباخر، كيكونوا في اللوت سوارين. مشيو اللوت شوفو هادي زوينة. والله إلا واعرة صدق، ديال الخشب كيعجبوني أنا. شوف هادي والله ما نعرف، واني كتبان لي جرانيت ولا سميتو كيقول هذا، يمكن لك تسخني ليها. طيب هادي كطيب، ولكن هادي راه بحال الرخام، بحال الجرانيت داك الجرانيت الايطالي بالرد اسوي. عاين وريكم شحال فيهم، فيهم 6 د الحبات. شتي كي داير الشكل ديالهم، عرفتي شحال الثمن؟ 10 دراهم، 10 دراهم. هانتوما هاهو الجهاز ديال 16 درهم، هذا ديال الألمنيوم ود الخشب، هذا دقيق ديال الحديد ود الخشب، كاين ديال الخشب. هذا ورق الحائط، هذا ما فيهش واحد، أنا عجبني هذاك اللي هنا. تجي فيه شوية القريرة، كاين حتى هذا بني. شحال زوينين هادو الأعمال اليدوية ها، ملونين. كاينين هنا هاد اللئبات، كاينين هاد اللئبات اللي كيعجبوه الأعمال اليدوية ها، يعني سقا تزيان، صوب ديكورا. شوف كوكياج هذا، شوف شو هادو، واش كوكياج ديال هناد أنا؟ ديك عوينات زعما باش ترسم نونوت داكشي، هادو كوكياج. حتى
هادي هو كيضحك عليكم كيضحك معكم كيقول لكم هادي دابا يمكن لك تصوب مثلا شي شو سميتو فلوس الصفر والعوينات هادشي خرج من هنا فلوس الطابلوات للدراري الصغار اللي كيعجبو يلونها بحال هذا الطابلو في الصباغه المائيه اللي كيعجبو يلون الطابلو يلقوا في بيت الدراري الصغار زوينين صراحه. هذه السبوره ديال الاقلام الفلتر هانتوما هنا كاين فناجين اش كيداير حشيتو هنا الترموسات الطباسات حيد 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 اش شنو هذا انا بغيت نعرف هذا شنو كيديرو فيه بحال القبص هذا غير ديكور هذا زوين هذا زوين شوف يس زوين ولكن ما يمكن لك تعلقه تعلقه ديكور يجي زويون في الكوزينة اوكي شو كاين هذا بلاطوات زويون ولا بلاطوات شوف يونس هاد الترموس نشربو فيه القبيلة شوف اللي كيديرو فيه ترموس صغير المقالي نمشيو نشوفو نشوفو هادو زوينين ديال الكراتين ما عرفتش داك لي 25 درهم كاينين حتى في المقالي 45 درهم نشوفو هادي بحال كدير هنا شميعات والطبسيل الفوق وكتبقى تستنى الماكلة تسخن حتى الغدا عاد توجد تاكل هالكيطارات نفس الموسيقى يونس كيشري هانتوما يونس بغى الروز انا تشهيت كريسبي يونس كي جاك الروز جابوا لي شويه شو وقت كتاكل شبعتي ولا باقي مازال ما شبعتيش شهيه هاد الروز هادشي والدجاج مسروق مصاحي واخا عطوني انا شويه د الروز حقرو عليا اش يونس رمضان كريم استنى لا تنسوش ديروا لايك في ماشي رمضان كريم اصبح اصبح الناس هي اللي كنشدو الطرف بسام هاد القريشي ديال العطور فين كاين ماكس حبيبي ماكس انا فوقاش ما نجي خاصني نمشي نضرب دويره في ماكس ها ماكس شوفوا السكن عندو السكن في المدينة صراحة وكبير ديالو زوين بحال دابا هذا 50 درهم في الوينات شوفوا هاد ستيوت كيوت شوفوا زوين هاد اللون اللي كيحمقني انا اللون كيسطيني شوف هاد الشورطة زوينين 30 درهم هانشوف ها 30 درهم فيهم شكيلات فنين هانتوما شوفو شو هاد الكحلات هي فين ماشا هاد اللوين هذا توا زوين مبينش في الكاميرا هو راه غوز بحال فيولي ماشي غوز برديلة عجبتني فنة وخفيفة بحال ما بحال الريشة بحال الريشة طوح و
courage. هادو فيست لا غير تريك ديال البيجامات عطيت التوب ديالهم فن شوف يوس والله كنصورك شنو كتختار عندهم بيجامات فنين اشوف هادي بشحال اصبر عين جي شوف لي هادي بشحال هادي بالصوان ديالها ياك هادي كتكون تحت الاثمنة ديالها نشوف الصوان ديالها دخيتي هاهي الاثمنة ديالها بالسروال ديالها 75 شوف هادي فنة هادي بلا سروال كتجي طويلة هادي فنة فنة 55 هادو ديال البرد شوية هادو الصيف فواج مواعرين يا سلام قسم الفواج احسن قسم عجبني اللوين بهاد الصاد شنو اشوف صورني وريني شوف وانا نشوف الكاميرا هذا يصلح لديت الخدمه بقى ندي فيه الماكله زوين شحال داير 30 درهم 29 29 احسن هذا احسن يصلح لي الخدمه ويجي معايا الله يلا ها انا شوفو كي جا الساك جمع اللبيسه شوفو لي زاكسسوار الذهب المزور ولكن عندهم لي زاكسسوار فنين اللي بغا يدوز العرس خوبو والله الا باش تينا تكريسيتي ما تخافش ما زعما ما كيفاش هو بحال اشرة جميلة زويون هانتوما نشوفو واش يضوي زعما يصفى بحال اشرة جميلة تمام عندهم لي زاكسسوار زوينين هاي انا زوين يا سلام شنو عندهم حلقات كل وحده في لون شو حلقات كل وحده في لون وتعليقه في لون تخرب هيك هذا هذا هما داك اللعيبه شنو سميتهم الاحجار الكريمه هذو هما الاحجار الكريمه الاحجار الكريمه ب 20 درهم 26 درهم شي كيجي مع لبس الحجاب كيجي زويون شوفوا الفوق شوفوا المنداري ديال المغرب شحال شوف مروكو عرفتو ها طلعت عرفتو 12 درهم اماراتي شحال هي بالمغربيه بالمغربيه يوز ما يمكن شي خلاص تقريبا 30 درهم تقريبا 30 درهم مغربيه الكيلو وهذا ديال باكستان 3 درهم 95 قول 4 درهم حنا انا ويوز يلا خارجين يوز كاعي هيا باغي يرتاح مازال انت كتقول لي نخرجوا اهلا واخيرا انا واشواق دخلنا الدار ما بعد شقاء وبعد عتب عن انا كنجرها وهي كتدخلني انا كنجرها وهي تدخلنا عباد الله مشي بحالي راه خصني راه مشى بحال وكدا المهم ما لكمش حمد السلام عليكم خوتي مرحبا بكم معنا في القناه محشو معاك ما بغيتيش تلقاي الحنه صراحه هي تعرف شوف على فكر ديالها قال لك شريت لحنه وقالت لي لحن هذا وانا مسالة المهم خصنا كنا بغينا نمشيو لبلاش ولكن ما مشيناش لبلاش هاد البلاش ديما ما كيكسبناش نمشيو له حقاش هاد 12 سنتر مشينا لماكس ما مشينا لبرج لهاد برج برج الهدايا هو اللي صورنا لكم فيه فلوك اون بعد مشينا لماكس نديرو فيه مشينا للمول حيت كان خاصنا نمشيو لكارفور ناخدو التقليه ديال رمضان فالي هذا
ما فكفناش الوقت باش نمشيو لبلاش لحقاش بلاش جاي فرحنا حيت بلاش داك الشيء علاش قلت لها بلاش بلا ما نمشيو بلاش ما كتبناش نمشيو بلاش المهم عطينا عاين هذا ورق ابيض عادي تاع كي تغلف به خديته على وديت المجوره اللي عندي في بيت النعاس كنت غلفته وما كملتهمش التغليف حيت تقدري وجبت هذا باش تغلف بغيت نغلف تاع الشوق غلفت على وجهي وي ماشي هيش بزاف كنت باغاش بزاف الوليات على حساب الرمان وكنت ماشي بلاش ماشي بزاف ماشي بزاف خايط عصير وداك الشيء المهم شريت هذه عجباتني بزاف شوفوا حمقتني هذه كتمكن لك طيب كتمكن لك عاين زومي لكم باش تشوفوا زومي بوريالو شنو هذا هذا سميتو غرانيت يمكن لك تسخن فيها يمكن لك تطيب فيها طيب فيها البيض تشحر فيها الكفته فاش دوري له ماك الزيت بزاف وفي نفس الوقت جايه دويكر يعني يمكن لك ديري فيها حتى الملاوي واقيلا هذه عرفت المهم طيب فيها البيض وتقدم فيها يعني ما تحتاجش دير في الطبصيل ولا شي حاجه المهم هذا اللي شريت ياك ياك الحنة شريت الحنة باش يدير لي الحنة شريت الزواقة وشريت فيها الحنة الحنة يونس راه كاين تما شوف المهم حتى نشوف الحنة هادو خلاص شريت كريم ديال الكريم شريت انا النعناع بقا نسخن هذا كريم ديال الكريسيلين ديال الكريسيلين هذا اللي كيحطب هادشي ديالي شنو هادشي هادو من بعد شريت هاد الساك هذا شريته على حساب الخدمه مع انا عندي الكونتيني عندي شيفت واحد فكندي معايا الماكله وهذا زعما كنت كنهز واحد الساك توكسيك اللي كان يعني شنو بحال بلاستيك هو صاك ما عرفتش كيفاش غنشرح لكم يعني شريت من كنت شريت من عنده دوك عرفتو داك المهم صافي هي هذيك واش عجبكم ولا ما عجبكمش لحقاش كنهز غير السيكان الصغار وما عندي حتى شي صاك كبير اللي نهزو فكنت كنهز في صاك واحد اخر هكا زعما غير ما كنهزوش كنبقى نهز صاك واحد فيه كل شيء زوين ولا شي طويل وهادو شراهم يونس تي الشورطات كي جاوكم زوين ولا لا الشورطات بغيت سامبل اللي كيتلبسو من تحت لا فيهم غير بيت ثلاثة لا جوج جوج هاكا تسبني ثلاثة مزيان ماشي مشكل وانا شريت هادي حسب كاع ما هزيتها وفي الاخر حتى خرجنا وكنقول يوسف هزيت ديك الصوفي هادي تجي معاها هادي الجاكيطة اللي لابسها زوينة والله جات معاها واعرة شوفوا واش هاد اللوج ها شو هاد لي يدين هذاك هو كيرطب يدين وكيبيجهم شد 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 شريت هاد لي بارفان هاد الموف هادي ريحتها فنة لا قريت خاصك ضروري الا شريتي الموف تشري معاها البول جايين جوج ايوا شريت موف ما عجبتيش شريت السجادة جديدة زوينة صراحة السجادة كبيرة نشوف هاد الريحة ديالها لقيناها في كارفور دايرين لها 20 درهم منين هاد السجادة السجادة زوينة خاصك ايوا نعم السيدة كبيرة هادو رومانس عطر بارفيوم هادي الغوز ما عجبتنيش بزاف هاد الموم كيف ما خاتنا غادي نشوف باش نشوف زوينه هادي زوينه مي هادي هي اللي عجبتني بزاف الموم بزاف منا باقا لي هنا في يدي انتما نشطكم واش الموم شميسو هاكا مسمار المهم خديت هذا تا نصفو ان شاء الله نوري لكم خديتو الى وديت الكوزينه ديت منه أربعة كتجي بين ستة سنتيمتر إيش كتجي حبة وكتفتح كتفتح يعني إلى هذا الغوز مي ما بيهاش خفيفة بزاف هذه ما خفيفاش وما تقيلاش شيء إيش اللي خديها يعني الخلاصة ديال هذا الشيء دينا التقدير باش نسيو التقدير در رمضان دينا التقدير الأشهر ديال الأشواق حنا اللي شريت شنو قلت لكم شوفي هنا انسينا ما جبناكم شري واحد الشامبون ابا شوفوا التقدير ديال رمضان الزيت نسيو هانتما كسيت هنا حلو 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 دابا بحال
كتخاصك تقطع هذه من هنا شويه ويحمي لي ندير داك الطبقات. المهم سيدي الله يحمي لي ونوريكم حتى نجيب الحنه خضره ونقدركم قلت لك الحنه. اذا المهم غادي نخلي واحد الفيديو خاص للحنه ديالي قلت لك ما تعرفش دير واني دابا هذه مزيان هاك نقدر نصايبها صافي هذه غير غادي تحطها واش واخا ما عندها اللي حنه لا ما نحنيها غير نلصق انا فين بغيت نلصق داك السواقه راه نلصقها وانت غادي لي عليها الحنه صافي انا خصك توري انا ما عرفتش نعرف هادشي. هما خوتي هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم. المهم سعيناكم شفتوا الاسعار معنا وشفتوا داكشي ديالنا. خليكم حتى الفيديو ديالنا القادم ان شاء الله باذن الله كيف ما كتشوفوا الناس اللي عجبكم الفيديو ديالنا ونكونوا خفافين. اهم شيء نكونوا خفافين ما نكونوش ثقالين نكونوا يعني تكونوا معنا سعداء في اي في فيديو تفرجتوا فيه يعني ما تكونش كتفرج فيه تقول شوف 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 كمل فيه قوة الا بالله شوف 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 صافي قفل الفيديو قفل. اخوتي ما تنساوش ديروا لنا لايك سبسكرايب وتسنونا الفيديو الجاي ان شاء الله باذن الله. تحياتي اخوتي شكرا لكم قول لهم تحيه تحياتي شنو مشكل باش ندير نحلو